السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي. اليوم بإذن الله راح نخدم معكم أنا هذه البياسة كروشي. هذه البياسة تقدري تخدمي منها عدة بياسات وتلصقيهم وتشكلي نابخو كما تحبي نتيا في الشكل. يعني تقدري تخدمي 3 بياسات على بياستين أو 5 على 3 كما تحبي نتيا أو 4 على 4، يعني تشكلي كما تحبي نتيا. انا خدمت هذا النابخون بالكوطو رقم 16، اليوم راح نبدا معكم بالكوطو بيغلي ونكمل معكم بالكوطو رقم 16. اليوم باذن الله راح نوريكم كيفاش نخدموا البياسه وكيفاش نلصق البياسه الاولى مع الثانيه، وكذلك كيفاش نفينيو العمل باش يخرج معنا النابخون بهذا الشكل. تقدري تخدمي منه تروسو الكوافيز وطابل دينوي، تقدري تكبري كذلك تخدمي الطاوله، تقدري كذلك تخدمي نابخون للتلفاز، كذلك تقدري تخدمي منه كذلك لصينية المائدة تاع القهوة، صينية القهوة عفوا. اليوم بإذن الله راح نخدم معكم هذا الموديل. نبداو على بركة الله، نبداو العمل بالكوطون بيغلي والكروشي رقم 20.06. باش تبانلكم طريقة العمل، أولا نخدمو العقدة هكذا، نطلعو بسلسلة فيها 1 2 3 4 5 6. نرجعو لبداية العمل، العمل بمزريقة هكذا خدمنا حلقة. دركا ننتقل للمرحلة الثانية، نبداو نخدمو سلسلة فيها 1 2 3 4، هنايا على أساس عمود بلفتين. نزيدو نطلعو بسلسلة فيها 1 2 3 4، نخدمو عمود بلفتين هكذا. نرجع بداية الحلقة في وسطها، ندخلو ونجبدو الخيط ونخدمو عمود بلفتين هكذا. نزيدو نكملو العمل، نطلعو بسلسلة فيها 1 2 3 4، نزيدو نخدمو عمود تاني أو تالت بلفتين هكذا، ونكملو العمل 1 2 3 4، ونزيدو نخدمو كذلك عمود بلفتين وهكذا. يعني دوكا انا راح نخدم العمل بنفس الطريقه، دائما نخدم عمود بلفتين وبعد نخدم سلسله فيها 4 وبعد عمود بلفتين وهكذا، يعني نخدم 6 اعمده كي يكون في نهايه هذه المرحله نعاود نرجع لكم. هنا بعد ما خدمت انايا 6 اعمده، دوكا نخدمو نحكمو العمل. خدمنا سلسله فيها 4، نروحو بدايه العمل نحسبو 1 2 3 4 في لوينه 4، ندخلو نحكمو العمل منزلقه كيما هكذا. يعني عندنا 1 2 3 4 5 6، 6 اعمده كل عمود بلفتين، وبيناتهم دائما بين العمود والعمود الثاني كاين سلسله فيها 4. نخدمو عوينه، نزيدو نعاودو ندخلو في هذه العوينه يعني في هذا العمود، نخدمو ماي سيري، نطلعو بسلسله فيها 1 2 3 4 5، نخدمو عمود بلفه 2 3، نروحو نخدمو عمود بثلاث لفات في هذه السلسلة الأولى اللي فيها 4، ندخلو ونخدمو عمود ب3 لفات هكذا، ما نقفلوش العمل، نخلو العمل مفتوح، نزيدو عمود ب3 لفات كذلك في السلسلة اللي فيها 4 هكذا، ما نقفلوش العمل، نخلو العمل مفتوح، عمود ب3 لفات مرة أخرى يعني هذا العمود الثالث، نزيدو العمود الرابع كذلك ب3 لفات نزيدو العمود الخامس كذلك ب3 لفات، كامل هادو راهم في سلسلة واحدة هكذا. دركا نحكمهم كامل مع بعضهم هكذا، نقفلو ونهبطو بسلسلة فيها 1 2 3 4 5. دوكا نروحو نحكمو هذه السلسلة اللي فيها 5 هنا في العمود هذا الثاني، ندخلو نحكمو العمل بماي سيري كيما هكذا، يعني خدمنا هذه المجموعة هكذا. نكملو العمل، نطلعو بسلسلة فيها 1 2 3 4 5 دائما بنفس الطريقة، عمود ب3 لفات هكذا، ندخلو ونخدمو عمود ب3 لفات
دو سنس ندير نخدمو عمود تاني بثلاثة لفات فقط. البداية تكون بسنسلة فيها خمسة ونهبطو بسنسلة فيها كذلك خمسة، وفي الوسط عندنا نخدمو خمس أعمدة كل عمود بثلاثة لفات. هذه الوريدة سهلة ماشي صعيبة. دوكا نخدمو العمود الأخير اللي هو العمود الخامس، ونحكمو العمل ونهبطو دائما بسلسلة فيها خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، ونحكمو في العمود هدايا اللي بعده ما يصير، وهكذا. يعني هذه المرحلة كامل راح نخدمها كيما هكذا، سلسلة فيها خمسة، خمس أعمدة كل عمود بثلاث لفات، ونهبطو بسلسلة فيها خمسة ما يصير، وهكذا. أنا كمل العمل هذه المرحلة كامل كيما هكذا، نعاود نرجع لكم. هنا دوكا راني في المرحلة الأخيرة باش نقفلو العمل. في هذه المرحلة شوفي هنا بعد ما خدمنا خمس أعمدة كل عمود بثلاث لفات، يعني احنا مالفين هنا نحكمو العمل هذه المجموعة، ومن بعد نهبطو بسلسلة فيها خمسة. دوكا حنايا مش حابين نهبطو بسلسلة فيها خمسة باش يبقى الخيط دائما في الآلة. واش راح نديرو؟ نكملو نخدمو العمود السادس كذلك هنا في المايسيغي، ندخلو يعني ما نهبطوش بسلسلة، نكملو نخدمو عمود بثلاثة لفات هكذا، بعد نحكمهم كامل مع بعضهم كيما هكذا باش يبقى الخيط عندنا هنايا في اعلى في الاعلى هكذا. نكون كملنا هذه المرحله الثانيه من الاعمده. نكملوا العمل، نزيدوا نخدموا عوينه دركا وندخلوا في هذه السلسله. هذه العوينه ندخلها نحكموا ما يصيغي هكذا، نطلع بسلسله فيها واحد اثنان ثلاثه أربعة خمسة، نرجع لبداية العمل ونخدمو غرزة بيكو هكذا، ونطلعو بسلسلة نطلعو بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر. دوكا نروحو المجموعة الثانية هنايا، ندخلو هنايا في القمة في الأعلى ونخدمو كذلك ماي سيغي، نزيدو دائما في بداية. شوفي بعد ما نخدمو ماي سيغي هنا في البداية نخدمو سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، ونرجعو بداية العمل ونحكمو العمل هكذا منزلقة، خدمنا غرزة بيكو، كملو العمل عادي سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر، ونروحو المجموعة الثالثة وهكذا. يعني دائما نخدمو بنفس الطريقة، نخدمو ماي سيغي غرزة بيكو بسنسة فيها خمسة، ومن بعد نكملو العمل بسنسة فيها ثلاثة وماي سيغي وهكذا. أنا دوك نكمل العمل في هذه المرحلة، نعاود نرجع لكم. هنايا في نهاية هذه المرحلة بعد شوفي هنا بعد ما خدمنا العمل، دوكا آخر حاجة نخدموها سلسلة فيها 13، ونروحو بداية العمل هنا في المايسيغ ونحكمو العمل بمنزلقة هكذا، نتقدمو بمنزلقة ونكونو كملنا هذه البياسة هكذا. شوفي العمل يكون كيما هكذا، وردة سهلة، بياسة ماشي صعيبة، سهلة مهلة هكذا. هذه هي أساس العمل. دوكا باش نكملو العمل هنايا خدمت انا تلت بياسات بالقطعة رقم 16، لصقتهم مع بعضهم. دوكا رايحين نخدمو البياسة الرابعة ونكملو العمل، نوريلكم كيفاش نلصقو البياسة الرابعة مع البياسة الأولى والتالتة. دوكا انا خدمت هذه البياسة الرابعة، دوكا بعد ما خدمت غرزة بيكو يعني في نهاية المرحلة الأخيرة نبداو نلصقو العمل. نطلعو بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، نروحو البياسة الأولى، نروحو البياسة هذه الأولى. شوفي في هذا القوس الأول يعني السلسلة فيها 13، دائما
كي نحكموا البياسه مع خوتها الظهر في الظهر هكذا الظهر في الظهر يعني دائما خلف في الخلف. دركا نحسبوا واحد العوينات يعني السلسله في السلسله نحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 في العوينه رقم 7 ندخلوا نحكموا العمل منزلقه ونتهبطوا بسلسله فيها 1 2 3 4 5 6 نرجعوا نكملوا العمل في البياسه الرابعه نروحوا شوفي نروحوا المجموعه الثانيه اللي فيها 5 أعمدة البدايه بسلسله فيها 5 والنهاية بسلسة فيها 5 نحكم العمل ماي سيري ونخدم غرزات بيكو 1 2 3 4 5 نرجع بداية العمل نحكم العمل منزلقة ونطلع بسلسة فيها 1 2 3 4 5 6 دركا نروحو كذلك نحكمو في البياسة. شوفي حكمنا في البياسة الأولى دركا نحكمو في البياسة الثالثة نحكمو شوفي هنايا في هذه السلسلة هذه اللي تقابلها هكذا دوكا نخدم سلسلة 3 4 5 6 نجيبو بياسة الثالثة ونحسبو 1 2 3 4 5 6 7 في العوينة رقم 7 نحكمو العمل منزلقة سلسلة فيها 1 2 3 4 5 6 ونرجعو نحكمو كذلك ماي سيغي في المجموعة الثالثة نحكمو ماي سيري ونخدمو غرزة بيكو هكذا 3 4 5 يعني نخدم انايا دركا بالكوطو رقم 16 يعني الخيط الرقيق ونكملو العمل عادي هكذا هكذا يعني نحكمو مرتين فقط هكذا شوفي دوك انا نكمل العمل عادي كيما كملنا وفينينا البياسة اللي خدمناها مع بعض بالكوطون بيرلي هكذا يعني حكمنا المره الاولى والثانيه في العوينه رقم 7 وحكمنا العمل هكذا يعني غرزه بيكو هما اللي يعودوا في الوسط هكذا. دوك انا نكمل هذا العمل نعاود نرجع لكم هنا بعد ما كملنا هنا خدمنا هادو الربع بياسات ولصقناها مع بعضهم. انتي تقدري تكبري كما تحبي تخدمي لي بياس وتلصقي دائما بنفس الطريقه وين عندك السلسله اللي فيها 13 تلصقي البياسه مع خوتها في العوينه رقم 7 ودائما تلقاي عندك هنا غرزه بيكو 3 كما هكذا. دوكا راح نكملوا العمل الاخير باش نحكموا هادو البياسات مع بعضهم يعني نفينيو العمل. نبداو شوفي نجيبوا الخيط انا راني دوكا نخدم بالكوطو رقم 16 نروحوا شوفي السلسله هذه الاولى شوفي عندنا هنا هذه السلسله نبداو العمل من هذه السلسله اللي فيها 13 هذه كاينه شوفي سلسله واحده 2 3 في الطرف هذه السلسله الاولى يعني الثالثه نبداو فيها نحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 في العوينه رقم 7 ندخلوا نزيدو نعاودو ندخلو نخدمو ماي سيري نطلعو بسلسلة فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 خدمنا سلسلة فيها 12 عوينة هكذا واش نديرو شوفي نروحو للسلسلة نروحو البياسة اللي تقابلها يعني السلسلة هذه اللي فيها 13 تقابلها هنايا شوفي البياسة هادي التانية هادي البياسة الأولى هادي التانية هنايا هادي السلسلة فيها 13 نحكمو فيها ماي سيغي نحسبو 1 2 3 4 5 6 7 ندخلو في العوينة رقم 7 نحكمو العمل ماي سيغي هكذا نكملو العمل سلسلة فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 هذه المرة خدمنا سلسلة فيها 18 عوينة 18 نروحوا للسلسلة اللي بعدها نحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 العوينة رقم 7 ندخلوا نحكموا ماي سيري هكذا نزيدو دوكا سلسلة فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18. روحوا للسلسلة اللي فيها 7 اللي بعدها، نحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 ونحلموا العمل ماي سيري. نزيدوا سلسة فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. روحوا للسلسلة اللي فيها 13 اللي بعدها كذلك، نحسبوا 1 2 3 4 5 6 7. نخدموا في العوينه رقم 7 ما يصير هكذا. دركا شوفي هنايا شوفي، من البياسه الاولى للثانيه خدمنا سلسله فيها 12، في البياسه هذه الثانيه شوفي في كل سلسله فيها 13 هكذا وين نحكموا ماي سيري، نخدموا سلسله فيها 18 عوينه 18. دوكا راح نخدم من البياسه الثانيه للبياسه الثالثه، ننتقل بسلسله كيما بدينا، سلسله فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وننتقلوا للبياسه الثانيه، نحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 يعني البياسه هذه الثالثه، نحكموا هنايا في منتصف السلسله هذه اللي فيها 13 ماي سيري ونكملوا العمل كما خدمنا في البياسه الثانيه. يعني مادام رانا نخدموا في بياسه نخدموا دائما سلسله فيها 18، لكن من البياسه الاولى للثانيه او من الثانيه للثالثه او من الثالثه للرابعه ننتقلوا بسلسله فيها 12. انا نكمل العمل بنفس الطريقه، دوكا نبدا نخدم سلسله فيها 18 كي نكون باش ننتقل من البياسه الثالثه للرابعه بنفس الطريقه، سلسله فيها 12 من الرابعة للأولى سلسلة فيها 12، أما في البياسة بحد ذاتها نخدمو سلسلة فيها 18 دائما. دوكا أنا نكمل العمل بنفس الطريقة، نعاود نرجع لكم. هنا دوكا راني في نهاية هذه المرحلة، دوكا راح ننتقل من البياسة الرابعة للبياسة الأولى هذه، نروحو نحسبو في السلسلة هذه اللي تقابلها 1 2 3 4 5 6 7 دوكا رجعنا البياسة الأولى نكملو العمل بسلسلة فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. نروحو للسلسلة اللي بعدها، نحسبو دايما بنفس الطريقة 1 2 3 4 5 6 7 ماي سيري. السلسلة الأخيرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. خدمنا سلسلة فيها 18 عوينة، دوكا نروحو نحكمو العمل وين بدينا هنايا هذه الماي سيري هكذا، نحكمو العمل منزلقة. دوكا نخدمو عوينة، دوكا ننتقلو للمرحلة الأخيرة نخدمو فيها الفينيسيون. ندخلوا في هذه السلسله اللي فيها 12، نبداو نخدموا ماي سيري 1 2 3 4 5 6 7، خدمنا 7 ماي سيري. نكملوا العمل نطلعوا بسلسله فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، خدمنا سلسلة فيها 14 عوينة. دركا نكملو العمل، شوفي هذه العوينة الأولى ما نخدموهاش، نخدمو العوينة الثانية ندخلو فيها ونخدمو فيها ماي سيري هكذا ماي سيري. دوكا العوينة اللي بعدها يعني العوينة هذه الثانية شوفي نفو الخيطها الكروشي ندخلو فيها نخدمو عمود نصف عمود يعني هكذا ونحكمو العمل مع بعدها هكذا. دوكا نلفو الخيط على الكروشي نروحو العوينة الثالثة نخدمو فيها عمود عادي هكذا. دوكا العوينة الرابعة ندخلو نخدمو عمود بلفتين في العوينة هذه الرابعة، يعني كل عوينة فيها عمود، نزيدو نخدمو عمود بلفتين
اللونة اللي بعدها يعني الخامسة خدمنا عمود بلفتين. دوكا نخدمو عمود بثلاثة لفات يعني واحد اثنان ثلاثة في اللونة اللي بعدها عمود بثلاثة لفات. نزيدو عمود بثلاثة لفات مرة أخرى في اللونة اللي بعدها. دائما عوينة بعوينة، كل عوينة فيها عمود. خدمنا العمود الثاني بثلاثة لفات، نزيدو نخدمو عمود ثالث مرة أخرى بثلاثة لفات في عوينة وحده كذلك. هكذا بثلاثة لفات. نزيدو نخدمو دوكا عمود بلفتين، يعني دوكا نهبطو كيما طلعنا نهبطو دوكا. دوكا راح نخدم عمود بلفتين في العوينة اللي بعد العوينة اللي خدمنا فيها عمود بثلاثة لفات. عمود بلفتين، نكملوا العمل، نزيدوا عمود بلفتين، يعني كما نطلعوا طلعنا بعمودين نهبطوا بعمودين كل عمود بلفتين. هكذا دركا نخدموا عمود عادي بلفه واحده. نزيدوا دركا ما قبل الاخر نخدموا عمود نصف. اولا نخدموا نصف عمود في الاخر نخدمو مايسيري هكذا، وتكون هكذا عندنا هكذا الوريقة. دركا نكملو العمل، يعني بعد نخدم الأعمدة هادوما شوفي روحو المايسيري هنا نحكمو العمل المنزلقة. هذا المايسيري السابع نحكم نعمل منزلقة ونطلع بسلسلة مرة أخرى فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر. نخلو العوينة الأولى نروحو العوينة الثانية ونحكمو فيها مايسيري. نزيدو نلفو الخيط على الكروشي نروحو العوينة الثانية ونخدمو نصف عمود. العوينة الثالثة نخدمو عمود وهكذا، يعني دوكا راح نكرر نفس العمل كيما خدمت أنايا الوريقة هذه الأولى نخدمو هذه الثانية. دوكا أنا نخدم هذه الوريقة الثانية بنفس الطريقة، نعاود نرجع لكم. هنا دوكا بعد ما كملت أنا الوريقة الثانية كيما خدمنا الأولى خدمنا الثانية، دوكا نرجع كذلك المايسيري نحكم العمل المنزلقة في نفس المايسيري السابعة هكذا المنزلقة. نكملو العمل نطلع بسلسلة كذلك فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر. نخلو العوينة الأولى ما نخدموهاش، العوينة الثانية نخدموها نخدمو فيها مايسير، يعني كل حاجة في عوينة. دوكا نخدمو الفول خيط على الكروشي نخدمو نصف عمود في العوينة الثانية. العوينة اللي بعدها عمود، العوينة اللي بعدها عمود بلفتين وهكذا. دوكا راح نكرر نفس العملية كما خدمت الوريقة الأولى نخدم الوريقة هذه الثالثة. هنايا بعد ما خدمت أنا الوريقة الثالثة كما خدمنا الوريقة الأولى الثانية الثالثة خدمناهم كامل كيف كيف، بدينا بمايسيري ومن بعد خدمنا نصف عمود ومن بعد خدمنا عمود ومن بعد خدمنا عمود عمودين كل عمود بلفتين وبعد خدمنا ثلاثة أعمدة كل عمود بثلاث لفات وبعد خدمنا عمودين بلفتين وبعد خدمنا عمود بلفة وبعد نصف عمود وبعد مايسيري. وبعد نرجعو نحكم منزلقة في المايسيري السابعة اللي بدينا بها. هنايا أنا رجعت أنا دوكا نحكم العمل منزلقة باش تحكمو كامل مع بعضاهم ونكملو العمل هادي في السلسلة اللي خدمنا فيها سبعة مايسيري. دوكا نكمل العمل نخدم مايسيري واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، يعني يكونوا كملنا العمل في هذه السلسلة.
اللي فيها 12 كل عامل فيها كيما هكذا ماي سيري الوريقات هكذا، ومن بعد 7 ماي سيري نطلعوا بسبعة ندخلوا بسبعة نخرجوا بسبعة ماي سيري. نكملوا العمل بعد ما كملنا العمل في السلسله اللي فيها 12 عوينه، دوكا نروحوا نخدموا في السلسله اللي فيها 18 عوينه. هذه كيفاش نخدموا؟ شوفي هذه سهله، ندخلوا في السلسله هذه اللي فيها 18 نبداو نخدموا ماي سيري، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. دروكا نطلعوا بالسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، نرجعوا بداية العمل نحكموا العمل بمنزلقة هكذا، خدمنا غرزة بيكو. نكملوا العمل ماي سيري، نخدموا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، نطلعوا بالسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، نرجع بداية العمل ونحكم العمل منزلقة. نزيدو نخدمو ماي سيري، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، نزيدو نخدمو بيكو تالتة بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، نرجع بداية العمل ندخلو نجبدو الخيط ونحكم العمل منزلقة كيما هكذا. دركا نخدمو في الأخير، يعني دائما كيما ندخلو كيما نخرجو، نخرجو ماي سيري، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، يعني هادو كامل في السلسلة اللي فيها 18 عوينة كيما هكذا، يعني فيها ثلاثة غرزات بيكو وخمسة ماي سيري، خمسة ماي سيري، خمسة ماي سيري، خمسة ماي سيري، يعني كامل 20 ماي سيري. هذه السلسلة الأولى اللي فيها 18 عوينة. دوكا نروحو للسلسلة الثانية كذلك بنفس الطريقة، ماي سيري، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، نطلع بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، ونرجع بداية العمل نحكموا العمل بمنزلقة كما هكا غرزة بيكو، ونكملوا العمل بنفس الطريقة. دوكا واش راح ندير؟ شوفي أنايا راح وين تكون عندي سلسلة فيها 18 عوينة، دوكا رانا نخدمو في الفينيسيون. شوفي وين تكون عندنا، شوفي السلسلة الأولى نبداو دائما، وين تكون عندي سلسلة فيها سبعة، فيها عفوا فيها هذه فيها 12 عوينة، هذه السلسلة فيها 12 عوينة، دائما نخدمو بنفس الطريقة، ماي سيري سبعة وريقات كيما هكا نطلعو ب 14 عوينة، ونرجعو نخدمو الأعمدة كذلك، نحكمو العمل بمنزلقة في العوينة السابعة، ونكملو نطلعو كذلك نخدمو سلسلة فيها 14 وهكذا، نخدمو الورقة الأولى والثانية والثالثة بنفس الطريقة، نهبطو بسلسلة نهبطو بماي سيري سبعة ماي سيري، وكي نعودو نخدمو في السلسلة هذه اللي فيها 18 عوينة، هنايا نخدمو خمسة ماي سيري بيكو، خمسة ماي سيري بيكو، خمسة ماي سيري بيكو، خمسة ماي سيري، ونخرجو منها، نخدمو السلسلة هذه 18 كذلك بنفس الطريقة كيما خدمنا هذه السلسلة 18، هذه السلسلة كذلك بنفس الطريقة هنايا. كي نعودو دائما باش ننتقلو من بياسة واحد اثنان اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة، دائما نخدمو هادو الوريقات، يعني هنا وين عندنا دائما سلسلة فيها 12 نخدمو سبعة ماي سيري والوريقات، من بعد نخرجو بسبعة ماي سيري. دوكا نكمل العمل بنفس الطريقة، الوريقات في السلسلة اللي فيها 12 عوينة، والبيكوات والماي سيري في السلسلة اللي فيها 18. أنا نكمل العمل بنفس الطريقة، نعاود نرجع لكم. هنا دوكا راني في نهاية المرحلة، بعد ما كملنا وخدمنا هذه السلسلة فيها 18 عوينة، خدمنا 5 ماي سيري بيكو، 5 ماي سيري بيكو، 5 ماي سيري بيكو، كملنا ب 5 ماي سيري، نرجعو لبداية العمل ونحكم العمل بمنزلقة هكذا، ونكونو كملنا العمل هكذا. هنا بعد ما كملت أنايا العمل كيما هكذا الوريقات والماي سيري والبيكو، يعني انتيا تحبي تكبري هاد المابخو كيما تحبي انتيا، تحبي تخدمي، شوفي أنا هنا بياستين، تحبي ديري تلاتة أربعة خمسة كيما تحبي، تشكلي مربع كيما تحبي انتيا، يكون العمل كيما هكذا. دائما وين عندك هنا سلسله فيها 18 تخدمي عندك ماي سيري والبيكو كيما هكذا، شوفي هنا ثلاث اقواس خدمتهم كامل كيف كيف، لكن دائما من البياسه الاولى للثانيه دائما تخدمي ماي سيري 5
ماي سيغي سبعة عفوا، وتخدمي الوريقات وتخرجي بسبعة ماي سيغي، غير كي تكوني راح تنتقلي من بياسة الأخرى. يعني كما ها شوفي هنا الأولى الثانية وريقات، الثانية الثالثة وريقات، الثالثة الرابعة وريقات، الرابعة الأولى وريقات. يعني دائما كي تكون عندك هكذا السناسل دائما تخدمي كما هكذا هنايا الماي سيغي والبيكو. في الاخير اخواتي هذا هو العمل اللي خدمناه اليوم. تقدري تخدمي من هذا الموديل نابخون كيما تحبي تكبريه وتصغري كيما تحبي انتيا. اذا عجبكم العمل اللي خدمناه اليوم ماذا بكم دعموني بالاعجاب والاشتراك. كانت معكم دعاء الرحمن، الى اللقاء والى الملتقى اخواتي.